بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حلقة سابقة تكلمنا عن قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وعلقنا على خطوات الشيطان أي طرائقه، لأن الشيطان يأخذ الإنسان من الذنوب الصغيرة إلى الكبيرة إلى أن يوصله إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. ولذلك قال علماؤنا رحمه الله: المعاصي بريد الكفر، يعني طريق إلى الكفر، أسأل الله العافية. ولهذا وقع بعض الأشخاص مثلا، يعني على سبيل المثال، خرجوا للجهاد ولمنع الأعداء ولحماية العزل والمؤمنين والناس من الظلم والطغيان، ثم سول لهم الشيطان حب المال فأخذوا شيئا من المال، ثم وصل الحال ببعضهم إلى أن يستعملوا السلاح ليخطفوا الناس ويأخذوا أموالهم. وهذا أمر خطير جدا. من كان هذا هدفه المال فليس مجاهدا في سبيل الله، وإذا استشهد فليس له حظ في جنة الله تبارك وتعالى، لأن من قاتل للمغنم أو قاتل للمال أو قاتل للشهرة فلا يعتبر شهيدا. فينبغي أن يخلص النية، وأن المؤمن يخلص النية، وأن هدفه امتثال أمر الله تبارك وتعالى وطاعته والبعد عن المحرمات. فإن مات شهيدا ودخل الجنة، وإن عاش عزيزا ويحصل ماله بالطريق المشروع الذي بينه القرآن. تنتقل الآيات بعدها لتبين لنا ما يحل وما يحرم، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر، أحل لنا كل شيء طيب ونهانا عن كل شيء خبيث. فيقول الله سبحانه وتعالى عن الكفار في عنادهم ومداومتهم على الشرور وعلى غير ما أنزل الله، يقول سبحانه: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الكفار أيها الإخوة يسمعون آيات القرآن، يعلمون أن الله يأمر بالخير وينهى عن الشر، يعلمون أن الله تبارك وتعالى أنزل معجزات على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا القرآن، وأن هذا القرآن حق. ولكن عندما تنهاهم وتأمرهم لا يستجيبون، وكأنهم لا يسمعون شيئا. فشبه الله حالهم بحال الأنعام: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الراعي اللي عنده أغنام، عندما تشز إحدى الأغنام يصيح بها فتلتفت، هل فهمت ماذا يريد؟ ولكنها علمت أنه عندما يصيح معناها لم يبغي أن تتوقف، فتوقف، ولكن لا تتوقف لأنها فهمت لماذا تتوقف. فأيضا الكافر يسمع صوت الداعي إلى الله لا يفقه منه شيئا إلا صوت، كما تفقه البهيمة أو كما تسمع البهيمة صوتا. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صوت. صم لهم آذان يسمعون بها ولكن لا يسمعون بها الحق. عندما يقال لهم في مكان فلاني، في فائدة، في كذا، في محرمات، في سرقات، في شهوات، في كذا، يسمع ويفهم. عندما تقول له: الله أمر بكل خير فأطع الله، يقول: الله غفور رحيم، أو لا يسمع أبدا، كأنه لم يفهم شيئا. صم أي عن سماع الحق، بكم أي عن نطق به، فهم لا يعقلون، أي شهواتهم ومصالحهم منعتهم من العقل. إخوتي المؤمنين، إن الله خلق الشهوات والغرائز في الإنسان لماذا؟ من أجل أن يحصل حياة سعيدة. فكل إنسان مغروز في حب الشهوات من المال والبنين والنساء وكذا، من أجل أن يكتمل الكون.
لولا أن الله غرز حب النساء في الرجال لما تزوج أحد ولا تعب حاله ولا احتاج إلى بيت وإلى فرش بيت وإلى مال وإلى كذا. لولا أن الله غرز حب البنون في الإنسان، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لما تعب أحد ولا تزوج ولا سأل وفني الكون. ولكن الله سبحانه وتعالى وضع هذه الغرائز ولكن حدد لها حدودا. مثل أنت عندك سيارة وتمشي في طريق، هذا الطريق وضع من أجل سلامتك، فطريق الله عندما ندلك على طريق الله إذا مشيت به وصلت إلى سعادتك في الدنيا وسعادتك في الآخرة سالما. أما إذا ركبت رأسك مثل السائق يمشي على كيفه، الطريق يعني يسير متجها إلى اليمين قليلا هو يلتفت إلى اليسار فيخرج عن الطريق ويصطدم بالصخر أو ينزل في الوادي أهلك نفسه وهو لا يدري. فهذا حال من ابتعد عن طريق الله واتجه إلى غير طريق الله. ويدلنا الله في الآية التالية على أن الله إنما حرم علينا ما يضر وأمرنا بما ينفع، فيقول سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم، يعني حرم ربكم عليكم. ماذا حرم عليكم؟ حرم عليكم أشياء طيبة؟ لا، وضعكم غرائز، خلقكم الطعام والشراب للتناول والتغذو. إنما حرم عليكم الميتة، الحيوان الذي يموت حتف أنفه موجود فيه الضرر والدم، الدم الذي يحوي حمض البولة وبعض السموم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لحم الخنزير نجس لأنه طعامه نجس وسلوكه نجس، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، ما سمي عليه غير اسم الله مثل الصنم أو غيره، فهذا حرام لا يجوز تناوله. مع ذلك من رحمة الله من اضطر غير باغ ولا عاد، اضطر إلى أكل، وصل في مكان ما يوجد غير لحم خنزير، في مكان لا يوجد إلا دم، فهذا خاف على نفسه الهلاك ووصل إلى درجة لم يتحمل، فيجوز أن يأكل من هذا الطعام بقدر ما يبعد عنه الهلاك. ومع ذلك قد لا يعلم لقمتين بتكفي ولا ثلاثة، فربنا سبحانه وتعالى ختم الآية إن الله فمن اضطر غير باغ عن حدود ولا عاد متعد على مال غيره وحقوق غيره فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يغفر لكم إذا لم تستطيعوا أن تقدروا المصلحة. أما أن يخوض الإنسان بالحرام ويقول إن الله غفور رحيم، لا، إن الله شديد العقاب، لأن الله أمرك بما يصلحك وأنت لم تستمع لذلك والعياذ بالله تعالى. فلنكن أيها الإخوة مع الله ومع نهجه ودينه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.